طلع مراحل سلمام قدر كم خد سلمام قدر الى اوله الى الاولى ايه الدوران الخالف الخالف وسيلة الفقاقر على الشمال معتدان خرش شمال يمين شمال يمين شمال يمين دوران الخلف للخلف شمال يمين مين بالتناتات لليمين رايح فين يا عسكري رايح فين يا عسكري يا فندم هم غلطانين اصلهم سابوهم ابو نفذ اثبت مع الندى ونفذ مظبوط للخلف الندى مش ليك يا عسكري ده للفصيله للخلف شور انت اه ثابت يا عسكري رجب مش سامع حاجه خالص انت مش مخك معانا لا دخل حر محلك بالخطوه السريعه عسكري رجب اجري الفصيله تتقدم لا اليمين حر على اليمين حر اه ثابت على اليمين حر بص يمينك لا لمام اضغط كما كنت لا لمام اضغط كما كنت لا لمام اضغط كما كنت لا لمام اضغط حرك الشمال بالثلاثات لا الشمال حر على الشمال الشمال لف معتدل حرش اصل دليل الشمال طول دليل اليمين كل ثلاثة مع بعض ارفع ايدك فوق شمال شمال يمين رايح فين يا عسكري يا رجب ايدك الشمال فين يا عسكري يا رجب سلاح قف عسكري رجب الخلف دور سريعا ارش يا عسكري مش عارف ايدك الشمال من ايدك اليمين خلاص تنظيم قف مش عارف الطابور ايوه غلطت اخر مره دخلك المكتب مطول اسف يا فندم اخر مره حاضر غلطت ثاني مره حاضر يا فندم دوران لليمين لا اليمين هر هر يا عسكري بقول لك اعمل اليمين دوس اعمل الشمال دور لا اليمين هر وانت كنت هنا مش عارف ايدك اليمين الشمال فين ايدك اليمين اليمين فين الشمال اهي طب لخبطهم كده اعملهم كده في بعض اهم اه ثابت فين ايدك اليمين ولا الشمال فين ما انت لخبطتهم يا فندم يا عسكري ايدك اليمين اه ايوه نادي خلاص هتدور دلوقتي على الايد اليمين دي فوق لا اليمين هر لا الشمال حر لا اليمين حر لا الشمال حر محلك يا عسكري اجري خطوه ثانيه اجري يا عسكري صراخ بالطابور صراخ بالسرايا صراخ بالفصائل يا رب اليمنى ام اليسرى اظن يا شيخ عبد البر التقاعس بالارجل الشملة الفصل الثاني الدوران بالعدد يدور العسكري الى اليمين على عقب الرجل اليمنى واصابع القدم اليسرى وذلك برفع عقب القدم اليسرى واصابع القدم اليمنى انت اخيرا لو كنت لازم تقرا في سرك لو قرات في سري لن افهم شيئا ليه هتفهم بعقلك ولا بوجهك انا حر افهم كما اريد واشتهي الكلام ده لما كل وحدك مش تصدع لنا دماغنا بعد اتمام الحركه الاولى يجب ان تكون القدم اليمنى مبسوطه على الارض وتكون عقب القدم اليسرى مرتفعا وكلتا الركبتين مستقيمتين والجسم منتصبا وكله مرتكزا على القدم اليمنى إلها تنخمد يا شيخ اثنين مع ثانية مفصل الركبة اليمنى قليلا وتنقل القدم اليسرى من الرضع يعني القدم اليمنى الفصل الحادي عشر الفصل الحادي عشر وكل ده عشان اخلص من شوشو هي شوشو كانت وحشة ده انت بكرة هتبقى عسكري عال وتبقى في الجندية ممتاز ده انا نفسي حاسس اني هبقى عسكري كويس ويمكن يجي مني الفصل الثامن والتسعون رفع السلاح عن الارض رفع السلاح عن الارض رفع السلاح عن الارض رفع السلاح انت عسكري
شاويش شاويش، انا مش ممكن اقدم استقالتي من هنا اهو. امال صحيح ممكن قوي بعد 5 سنين ان شاء الله. البس. انت عسكري، اصحى عسكري، اركب الهوا. اثبت هنا، مفيش ركوب هوا، هنا في نظام وفي عسكريه. ما سمعش نوبه؟ معلش النوبه يا شاويش، اصلا انا ما نمتش طول الليل. ليه؟ اصل العسكري عبد البر ده طول الليل عمال يقرا لنا في تراويح عسكريه. انزل البس، ما تعرضش نفسك للجزا. معلش والنبي، اصلا انا رجلي مقفقفه. ضرب السريع تعني بسرعة ضرب النار في دفئة التنشين. بنادق طلقات صامتة، أقراص تنشين، أشكال هيكلية، معلومات للمعلم. ثبت الأشكال الهيكلية على مسافات حتى 300 متر. ألك ألك ألك. يتقدم التدريب، يختبر كل جندي بوقت فرصة التنشين. مش بطال، نشن أحسن عشان تضرب في السوادة نفسها. يا مرسي يا أبا العباس. بعدين معاك عسكري، نشن فوق شوية. حاضر يا فندم. خلي النشان على السواد يا عسكري. انت ايه ما بتشوفش؟ والله يا فندم هو احسن، انا اضرب الاول وبعدين ترسموا السواد فوق الضرب على مهلكم. رايح العنبر عشان اقابل عبد البر. ليه؟ علشان يكتب لي جواب لناديه. ناديه. ولقد انتهينا بعونه تعالى من التدريب بنجاح استرعى الانتباه، وسننتقل بعد ذلك الى مدرسه فن البحر، وعشان كده ادونا اجازه 12 ساعه تبتدي من الساعه 2 يوم الخميس، يعني 2:30 تبص من الشباك تلاقيني على الباب. قولي لي يا اختي، كفايه كده ولا ايه؟ تعال قوي، ده غدا معتبر.
كنت عايزه اعمل صينيه كنافه ما لحقتش. حلو قوي كده يا اختي، ده غدا يشرف ويملى العين. اهو منقدم السبت لا لحد قدامه. وحياتك الا بكره يقدم الحد والاثنين والثلاث، ده قايم نايم يحلم بالست ناديه ومستني على جمر ساعه القبول. وحياتك ما تنسيش تبقي تقولي له يلغيها على الغدا، حكم الملغيه تفرح البنات. عينيا الاثنين. اهلا بصنيورتي، اسم الله يعز الحبايب. يسلم ايديك يا ماما. كله علشان عيونك، هي مامتك لها اللي ساعدك وهناك يا حبيبتي. انا متشكره قوي على العزومه الحلوه دي، لكن انت عرفتي منين انه جاي النهارده؟ ماما اللي عزماه. عزماه؟ عزمه مين؟ العزومه دي مش لرجب؟ لا مش لزاب. ومين يعبره ولا يصبره ده؟ طب كفايه بقى، ان شاء الله ينكفي على ملا وشه ما يمعى ولا يستوعى. غريبه قوي يا اختي على الشابه دي وعلى حبها الرجب. يو المعلم وصل. المعلم يا صلاه النبي احسن. يا حرامي ايه اللي حدفك علينا السعادة؟ ترمي الرمل وراجع امتى؟ يا ولية هو انا لسه وصلت؟ يوصلك القضاء المستعجل يا رب. عارفة انك فيكي ملامح من المتر اليوز. اهلا 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 اهلا، الحمد لله على السلامة يا شويشة. الله يسلمك، نورت البيت. البيت نور بوجودك يا حضرة الصوت. ازيك يا راجل؟ الحمد لله. وحشتينا قوي. ان شاء الله ما تشوفيش وحش. ما تشوفش وحش ازاي وانت واقف لها في وشها؟ وبعدين بقى في الحرمة الاسيوية دي. معلش يا راجل معلش، انا عايز اسمع منك كل حاجة، عايزك تحكي لي على كل شيء. اهلا 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 اهلا، باين عليه المعلم. يا صلاة النبي اتفضل يا معلم اتفضل. اهلا رجب، ازيك يا ابني؟ الله يخليك. مبسوط؟ الحمد لله. ابن اخويا معلم عباس، شوف بقى ازاي. بقى ازاي؟ ما زي ما هو. ايه اللي زاد عليه البدله؟ ده حتى لو لبسوه بدله قبطان برضه شكله يموع النفس. انا وياك، لا الوحش بيحلو ولا الزفر بينضح. السفره جاهزه، اتفضلوا يا جماعه. ايوه اتفضلي. اقعد جنبي هنا يا رجب. اتفضل يا معلم اتفضل. مؤاخذه يا معلم عباس، الست مكسوفه قوي، اصل يعني الاكل مش قد المقام. كل ده ومش قد المقام؟ اكله بشبع لو تقدر تهضمها يا ريس رجب. ههضمها، انا لسه شباب وفي العسكريه. ما تتفضل يا معلم، انت عايز عزومه ولا ايه؟ بيتك ومطرحه. ده العاشم برضه، واللي يتعاشم في وجه الله يكرمه. ده اكرامك فرض واجب، على راي المثل ما يجي من بعد خيرك. ده الحبه اللي بقعدهم هنا ما بسمعش سيره غير سيره المعلم عباس وخير المعلم عباس والفرح اللي هيفرحه المعلم عباس. ده ضروري وعن قريب. رجب قمت ليه يا ابني؟ ما تكمل اكله. ياكل بعدين، سيبه يقول. الناس تقول كلام حلو على الاكل، مش تقول كلام زي الدبش. يا اخي دبش لما يفتح نفوخك منك له. اتفضل يا معلم ولا يهمك. وانت ناوي تاكل ولا تفصل؟ اديني باكل. كل كمان. قمت ليه يا راجل؟ ده بيتك وخير عمك، كان حقك تقعد وتغصه، واللي ما يعجبوش يطق من جنابه. يا ست انا هحارب في بيتكو ولا في الاسطول؟ ما تخليش حد يتحداك ويفتكر انه غلبك. وعلى ايه؟ ده انا جاي يوم زياره ومسافر، لازم اعتمد لكم الدنيا. ولا يهم، ما دام انت عارف شعوري من ناحيتك. ما هو ده اللي هيجنني، انا وانتي وعمي قلبنا واحد ونيتنا واحده. وصول التكتيك المظبوط ان احنا نعمل هجوم مفاجئ على المأذون عشان نخليها امام الامر الواقع. انا ما عنديش مال. يعني الاجازه الجايه ننفذ الخطه؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا ناديه. اشوف وشك بخير. مع السلامه. انا ماشي. مع السلامه. أنا ماشي. مع السلامة. أنا ماشي مع السلامة، اديني ماشي. أقفز! نمرة اثنين، سعد، أقفز! نمرة ثلاثة، سعد، أقفز! أربعة، سعد، أقفز! أسعد! أقفز! أسعد! أسعد! أسعد!
خارج عسكري. حاضر. اجري شوية. اجري شوية. طلع عسكري رجب. يلا. اقفز. يا مروان ده عسكري. سرحان في ايه يا رجب؟ ايه عقبال ما ربنا يهديك وتسرح زي يا منير. انا خلاص هتجوز. تتجوز؟ طب وانت عارف انك عشان تتجوز لازم يكون عندك تصريح من القائد؟ قائد؟ ومين اللي قال الكلام ده؟ انا كمان كنت هتجوز شوشو الجمعه اللي فاتت، بس المأذون قال لي لازم اجيب تصريح من القائد. انت تتجوز؟ ايوه يا رجب، انا اتغيرت خالص، البحريه غيرتني. مش قلت لك؟ اسمع، احنا بكره نروح لحضره القائد وناخد منه تصريح بالجواز. يا ريت، بس مش ممكن. مش ممكن ليه؟ انت ناسي ان احنا طالعين بكره زياره لوحدات الاسطول؟ يا نهار اسود، عدم المؤاخذه، الواحد قاعد زي الاسطول. يلا بينا. يلا.